طبعا نجم كبير واسم كبير ومشوار طويل الحقيقه ونجاحات كتير مع النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدير فني. يسعدنا طبعا ويشرفنا ان يكون كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي السابق طبعا ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن فتحي. مساء الخير يا ابو حميد، ازيك حبيبي؟ طب كنت قلت لي يا كابتن فتحي كنت اتشيكت النهارده وانا سعيد. انا مش قد الشياكه، انا باجي بقى حسب الظروف. يعني انت ملك الشياكه برضه، تنور الدنيا. انا شايفك وانا قاعد بره ملك الشياكه، تنور الدنيا والله، تنور الدنيا. سعيد اني معاك وسعيد طبعا برنامج السادسه، وان شاء الله كده تبقى حلقه جميله يعني تسعد جماهير الاهلي العظيمه ان شاء الله، وتبقى بشر خير ان شاء الله قبل اللقاء الاهم في الموسم ده. مش عارف، خليني ابتدي معاك من الحته دي. هي حاجه تطمن وحاجه تخوف في نفس الوقت. جمهور النادي الاهلي، انا بتكلم يعني بلسان الجمهور، حاسس انه النجمه العاشره قريبه ان شاء الله. حاجه تطمنك وتحسسك انك قريب من البطوله، وتخوفك برضه فيما يتعلق بفكره الاستعداد والحاله النفسيه والذهنيه للاعبين. مش عارف تتفق مع انهي راي من الاثنين؟ لا لا، بص انا يعني انا اتفق يعني اتفق ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هيحرز العاشره ان شاء الله باذن الله. برضه بنتكلم بواقعيه، يعني بنتكلم بواقعيه. النادي الاهلي في مشواره حتى في الدوري ماشي كويس، في مشوار الافريقي ماشي كويس جدا، في مشوار حتى الفاينل ان شاء الله يوم السبت مع كايزر تشيفز. خلينا برضه هتكلم فنيات. يعني النهارده لو يقلقني فرقه من شمال افريقيا دي تقلقني، ولكن كايزر تشيف ما اتفرجنا عليه حتى مع الوداد الدولي المغربي، ال 90 دقيقة بيلعب ديفنس في منطقة ال 18. 180 والله يا كابتن. انا بقول لك 180، حتى الماتش اللي كان في جنوب افريقيا 180 دقيقة. هو غالبا بيمتاز المدير الفني بتاعه، بيمتاز بالشق الدفاعي كويس جدا جدا، وده بيمتلكه فريق كايزر تشيف. النادي الاهلي عنده الحمد لله المقاومات، عنده الاساليب اللي يقدر يضرب بيها حتى هذا التكدس وهذا العدد الكتير اللي بيلعب بيه تسعه، في يمكن تسعه حوالين ال 18. النادي الاهلي عنده الاساليب وعنده الجناب بتشتغل كويس، عنده اختراقات كويسه، عنده ناس فيها سرعات كويسه. النادي الاهلي ان شاء الله يستثمر كل هذا ويقدر يحرز اللقب العاشر ان شاء الله.